النساء اللاتين علم درس توازن بين الزرع الرمادي والعمل من او تقارب ان يتقص الحقائق. الدستور ديال 2012 اللي لازم ندعو الى اللجنه الاسلاميه على انها مختبرات وتحدد الاعمال الجسديه لانها توجد استطاع أن يبتدع أو يبتكر آليات جديدة للرقابة، منها المهام الاستطلاعية التي تقوم بها اللجان الدائمة، هناك اللجان الموضوعاتية المؤقتة، بالإضافة إلى جلسات الاستماع التي ينص عليها الدستور لا سيما الفصل 102 والتي تخصص للاستماع للمسؤولين عن المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية بحضور أعضاء الحكومة. وفي هذا الإطار هذا على سبيل المثال مجلس المستشارين توصل ب 43 طالب للاستماع، تم التفاعل مع 15 طالب بحضور مديري المقاولات العمومية والمؤسسات العمومية، منهم والي بنك المغرب، منهم المدير العام للمحافظة العقارية. وهذه كلها آليات تسمح للبرلمان من بسط رقابته على مختلف أوجه التدبير العمومي بما في ذلك المالية العمومية، بالإضافة إلى الأدوار التي يقوم بها البرلمان عن طريق اللجان فيما يتعلق بمناقشة النصوص التشريعية التي تحال عليه، ولا سيما الميزانيات الفرعية للوزارات والتي تكون مناسبة سانحة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المتعلقة بالتدبير العمومي والسياسات العمومية. يضاف إلى ذلك تقييم السياسات العمومية التي تتولاها لجنة تحدث لهذا الغرض سواء في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين، والتي تنتهي بوضع تقرير يناقش في الجلسات العامة. إذن نحن نحاول أن ننقح ونغني النظام الداخلي للمجلسين حتى يستجيب للتطلعات الرقابية التي نسعى جميعا إلى أن تكون آلية أساسية للتوازن ما بين الحكومة والبرلمان. رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن أساهم في تقديم عرض حول مهام وحصيلة هذه اللجنة في إطار الندوة التي عقدتها اللجنة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة. في هذا الإطار المداخلة ديالي اعتمدت بالأساس على الحصيلة ديال العمل ديال هذه لجنة مراقبة المالية التي تم إنشاؤها 2014، وقفنا على الحصيلة، ولكن ما هو مهم أن التحديات عمل هذه اللجنة كما سبق لي أن سطرت في مداخلتي، وهو ارتباط عمل اللجنة بالتدبير الزمني للمجلس الأعلى للحسابات، وكذلك إلى أي حد تستطيع هذه اللجنة الحفاظ على الموضوعية في انتقائية مواضيعها للمناقشة داخل اللجنة. وبطبيعة الحال كان هناك تفاعل جد مهم مع الحضور اللي كانت إمكانية أخرى لتقديم توضيحات أخرى فيما يتعلق بلجنة مراقبة المالية بمجلس النواب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.